هتجنبك؟ اه السلوت ماشينز اظن دي حلال يعني. In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No. ازيكم يا جماعة؟ طبعا انتوا بتسألوا نفسكم انت فين رايح فين بتاع. دلوقتي انا في لندن ورايح بيجز تحديدا اوليمبيا. اليومين دول بس لو سهله بس ودرجه الحراره هنا 12 والساعه 1:30 الظهر. انا مش عارف ايه ده. المهم زي ما وريتكم انا اكلت وجبه في الفطار ما كلتهاش كلها اصلا. كانت العمر الصراحه حلو فش وسوسيس. وقبلها قبل ما انزل خدت الشيك بتاعي تقريبا كان 600 كالوري والوجبه دي تقريبا كانت 550. فاقول مثلا افريج 1300 كالوري او حاجه. انا اصلا بجد يعني قبل ما اسافر اصلا وانا في مصر كنت بجد تمام. فانا كنت باخد تقريبا 2100 كالوري لان انا كنت يعني بعمل حاجه اسمها ميني كات. ميني كات انت بتبقى بديفست او بتقلل الكالوري بتاعتك جامد لمده من 3 ل 4 اسابيع. بتقلل بتبقى اقل من المينتنس بتاعك ب 700 كالوري تقريبا. والمينتنس زي ما قلنا هي الكالوريز اللي جسمك بيحتاجها عشان جسمك ولا يزيد ولا يقل تمام. زي ما قلت لكم باكل 2100 تقريبا. ف الفكره لما انت تكون مسافر انت عايز تنبسط على قد ما تقدر. فلو انت عايز تمشي على دايت امشي على دايت بس خلي الديفيسيت بتاعك قليل. يعني بدل ما اكل 2100 انا شايف ان انا ممكن اكل 2400 او حتى اكل على المينتنس بتاعك. انت اصلا هدفك وانت مسافر او لو السفريه بتاعتك هتطور ان انت تحافظ على قد ما تقدر. ف الاخر يا عم بص عيش حياتك كل انبسط كل ده هيجي لو انت حابب الموضوع. عايز اروح اشوف حاجه كلها والمطار اصلا كبير فشخ وانا حاسس ان انا هتوه وفاضل لي 3 ساعات ترانزيت بعد كده طياره 11 ساعه من لندن لبيروت تقريبا 2400 كالوري في اليوم. فانا مش عايز افشخ الدنيا فعايز اكل حاجه مثلا يبقى وجبه فيها 600 كالوري بتاعي لان انا اصلا لما ارجع هناك هتعشى. انا اصلا مش عارف اروح فين. هشوف كده حاجه كلها واي جدعان. عبد الرحمن حط فيديو من كام يوم مش هو اللي عامله واخر فيديو محطوط على الشانل بلوج وهيفيدك فشخ لو انت عايز تعرف السر ان انت تزيد مسلز او تزيد عضلات تمام. فما تنساش تشوفه. كان في ناس شفت كومنتس بتسال ان الواحد محتاج كام جرام بروتين في اليوم. بص هو انت سواء هتبالك او هتكت سواء لو انت هتبالك او هتكت خليك في جرام بروتين بير باوند. يعني تقريبا لو انت 70 كيلو هتاكل مثلا 160 جرام بروتين في اليوم. ممكن تزود البروتين ده لو انت اصلا بتحب تاكل بروتين زياده وممكن تزوده لو انت اصلا الكالوريز بتاعتك او انت في ديفست عالي. بس لو انت هتبلك ما تزودش على جرام بروتين جرام بير باوند يعني عشان فاهم تنبسط بكربوهيدرات وكده يعني. انا لسه باصص فيه يعني هو شكله في حاجات حلوه ماشي. تعالى نشوف كده. تعالى يا جماعه الاخر جبت حاجه اسمها chicken pie with mushroom and gravy. مش عارف اقول بس هي من الاخر خطيره بس هي مش مزيته قوي يعني. وفيها فراخ مشروم وماش بوتيتس اللي هي بطاطس مهروسه ومعاها الجريفي اللي هو المرقه بيسموها كده. فده تقريبا لو خدت كل ده يبقى مثلا 700 كالوري. ده تقريبا 1900 2000 كالوري لسه الطياره دي فيها وجبتين بس هحاول على قد ما اقدر ان انا ما انتنش فيهم يعني. بس خلاص حلو بشر حلو بشر سبايسي شويه حراقه فاكل اكتشفت ان ايه ده يا جدعان. يعني هو بيعمل انجلش بريكفاست بس الانجلش بريكفاست اللي هو اللي احنا عندنا ناكل فول وطعميه وكده. هم عندهم مثلا ايه البينز اللي هي الفاصوليا وماك اند تشيز اللي هي مكرونه بالجبنه والبويز. وعندهم هو انجلش بريكفاست اعتقد ان انت عارف.
لو اي حد رايح لندن او انجلترا عامه او المطار جرب المكان ده فعلا هو حلو مش اكثر. الطيارة امتى؟ ما تعبت دول سيد العلي ما عرفناش. انا عبد الرحمن بنحب الصور كان دي فش فهم فلوس صور فش دي حاجة صور جدا ربناها في مصر وطلع الزبالة. انا بجرب دي عمتا ربي تبقى صور فعلا ان انا كل حاجة بجيبها صور بتطلع الصراحة زبالة كاتبي في حاجات يعني انا مش عارف ايه ده بس ايش تاني مش قادر اشرب قهوه الصراحه عشان انا عايز انام في الطياره فجيت ميه فوره هي بتسد النفس شويه مش تعني القهوه برضه بتسد النفس انا جايبها عشان نفسي هشربها وهوريكم بقى الوجبه تقريبا في الطياره واحاول اصور قبل ما اخش الطياره شويه. حصل معايا موقف غريب وانا بعمل بوردنج انا كنت اول واحد ليه فقالوا لي ان الولايات المتحدة طالبين اسمك شخصيا عشان تتفتش. ليه معرفش؟ فتشوني بالشراب والله الكمارس قلعوني والله البنطلون قلعوني البوكسر ربنا يستر نعمل بوردنج دي مان اف بوت داون ان فلوج اوكي ثانك يو هلو سو يو جست ستريت ثرو ذا تو رايت سير ثانك يو ثانك يو هاف ا جود داي ثانك يو. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. Ooh-oh. I just wanna be with you. Well, what's in the mix? بعد 11 ساعة ونص بصراحة الجو هنا حلو فشخ تقريبا درجة حرارة 30 واحد وثلاثين عشنا بس دلوقتي عايزين نروح الفندق هنشوف تاكسي ليولينز هوتيل. ليولينز هوتيل يا جدعان ده الفندق اللي هيتلعب فيه ميست الاولمبيا وده الفندق اللي الناس فيه ده الفندق اللي الناس فيه البادي بيلدرز اللي كانت فاتت بتستعرض اولمبيا بيجوا فيه وده الفندق اللي هيتلعب فيه اولمبيا فايش طيب فاحنا دلوقتي رايحين نعمل تشيك ان مش عارف الدنيا شكلها جميله يا باشا تعالى متى Vancouver. This morning, no carb up. Oh, no, yeah, you're ready. No diuretics. Nice. Sam comes in a couple of hours. Oh yeah, then, Sam. Then the real work begins. Sam is so excited. Yeah. I'm on 19. I'm on 19. I missed my four. I'm on 14. Okay, it was nice meeting you, folks. Thank you. عارفين دورة لسه. واحنا فين؟ 1991 صح؟ مش زي بوكسنج مش اللي هو هخش نوك اوت واحد لا ده في الاول وفي الاخر تحكيم يعني صح. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي عايز تروح تلعب جنبي مش عارف يلا خش حلو في دورك يا جدعان هو اصلا عايز يبتدي ينبسط من دلوقتي قبل البطوله ف هتجنبك؟ السلوت ماشينز اظن دي حلال يعني صحيح يا برو انت كنت كاتب بوست بتقول ان انت هتطلع من توب 10 في الاولمبيا. لا يا عم انا ما قلتش هطلع من التوب 10 انا قلت انا عايز ابقى في التوب 10 في فرق. طب وبعدين برو بص هو نفس الكلام بيتقال بالظبط مع المدرب بتاعي قبل نيويورك برو يعني نفس الكونفرسيشن نفس الجمل هي
بص دي أول بطولة محترفة، لو جبنا من 10 الأوائل يبقى حلو. ما تزعلش، ده إنجاز. لو جبت سابع، لو جبت تامن. دخلت وجبت كام؟ رابع. أول برو شو. وكانت كبيرة يعني، فهو نفس الفيلينج بالظبط، لأن ده المستر أولمبيا وأول أولمبيا ليا. فامبارح كنت عنده نفس الكلام، وصلتي أول أولمبيا، لو جبنا توب 10 يبقى إنجاز. بس هو قال حاجة مختلفة المرة دي. هو قال لي إن أنت خلاص مفيش أي حاجة أنت خلصت. يعني الناس أصلا بتقعد تلم في نقط عشان توصل مستر أولمبيا. انت لميتهم وكواليفايد وكل حاجه. كواليفايد ان اكسبت برو شو من اول سنه فانكوفر. فهو قال لي انت المفروض، انا بص نيرفس جدا ومتوتر عشان برضو الفانز وكده، مش عايز اضايق حد يعني عايز كل واحد يبقى مبسوط يعني. بس هو وجهه نظره ان انت اصلا فنشت. يعني كل اللي بيحصل ده اصلا اكسترا. يعني احنا كنا المفروض نقف عند تورونتو لما اخدت تالت، مكنتش عايز اكمل السنة اساسا. بس لما قابلت فليكس لويس ومش عارف ايه، ومراتي قالت لي لا خش بتاع، فما قسمه ده قسم نصيب بقى. وده بقى ممكن اقول لك قسم نصيب، يعني احنا الواحد بيخطط. وانا فعلا كان ناوي تخطيطي انه اقف عند تورونتو برو مركز تالت. جميل قوي قوي لاول سنة احتراف. وكنت عاوز اتمتع بالصيف و enjoy my summer واكل وبتاع. بس ساعات الحياة بقى بتاخدك شارع تاني خالص. يعني الاولمبيا دي تعتبر زي السلف ستيم بتاعك بقى، اللي هو انت دخلت في ليفل تاني. اصلا مش كده يعني، انا نيرفس عشان اكتريتها عشان الفانز المعجبين بتوعي. انا مش بسميهم فولورز، بسميهم معجبين، فانز وسبورترز مش فولورز. عايز ابسطهم، فاهم؟ عشان بقرا كل المسجات اللي بتجيلي وبشوفها انا قاعد على الانستغرام، بخش في الاذرز واقعد اقرا واحده واحده وانا قاعد فاضي ما بعملش حاجه يعني. فالناس مبسوطين، انت فاهم، مبسوطين بيا، وده برضو بيبسطني يعني. فمش عايز اضايق حد ومش عايز اغزل الناس. فاظن الستريس جايه من ان انا مش عايز اغزل حد. حتى اللي هم الحقودين على فكره دول قليلين جدا. يعني كام واحد اصلا هم فدول قليلين جدا. واصلا حتى لما بعمل لهم بلوك على الانستجرام بتلاقي طالع لي باكونت تاني جديد، عامل اكونت تاني وانت عارفه، وانا عارفه عشان الحمار بيحط نفس الكومنت. طب غير، طيب نوع، فاهم؟ كوبي بيست. فقليلين جدا، فهم دول مش فارق معايا يعني. فانا الموضوع مش ان انا مش عايز اعمل وحش عشان ما حدش يتكلم، لا مفيش حاجه تتقال يعني. خلاص اللي حصل حصل. مفيش بعد الاولمبيا يعني. فانا بس مش عايز اغزل حد. فعشان كده نفسي طبعا ابقى في الاول اول 10. ونفس الحديث برضو، بص لو جبنا تامن يبقى كويس، لو جبنا توب 10 يبقى هايل، دي اول اولمبيا. بس في الاول في الاخر ما تعرفش، لان احنا قلنا نفس الكلام في نيويورك وطلعت الرابع. بالظبط، يو نيفر نو. حصل نفس الكلام في تورونتو؟ لا، تورونتو كنا عارفين داخلين عايزين توب 5. توب 5 طلعنا تالت. فانكوفر كنا بنقول بص تاني اول طب تاني، لان احنا انا افتكرت ان من اول سنه مثلا ايه هيبقى فيه شويه سياسه فمش هيدوهاني يعني. فاحنا انا كنت متكيف اللي هو في دماغي انا هاخد تاني وهخش الاولمبيا بنقط مش ببطوله مربوحه. واخدتها. فيو نيفر نو مان. حتى سيف دلوقتي سيف اول مره تشوفه. انا اول مره اشوفه، هو فعلا يعني اكبر من الصور بكتير فعلا يعني. انا مش يعني اتخضيت. عامل ازاي الدور الجديد ده؟ ما اعرف شكله هيبقى عامل ازاي. انا اعرف اليومين الجايين. بالظبط، صح. ممكن بقى ننزل نشوف نعمل حاجه نعملها. يلا بينا. ده الفيو من الشباك، يعني الصراحه حاجه حلوه جدا. احنا لازم نيجي فيجاس كتير، بس نيجي عشان بقى نلعب ونتشاء كده. ده اول فلوج،
شاء الله بكره هحاول انا اصور بلوج تاني. لايك كوبي تشوف تعمل لايك شير سبسكرايب عشان كمان اكسف الدوام اللي هو فيتنس. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running.